صباح الخير أحبائي وأعزائي، كل عام وأنتم بخير وكل سنة وأنتم طيبين بمناسبة صوم السيدة العذراء مريم اللي كلنا بنمدحها ونمجدها، وتباقي أيتها السيدة العذراء. والقرآن كمان: لقد اصطفاك يا مريم على نساء العالمين. ومع كل ذلك نجد هناك من يسخر من الديانة المسيحية ومن يسخر من إلهنا يسوع المسيح. ومبروك عطية بيقول: معاذ الله من أسخر من نبي. مبروك عطية ينفي الإساءة للمسيح وتصيد وتحرير. والقس زكريا بطرس الكاهن القمص المحترم يرد على إساءة مبروك عطية الإساءة المدمرة، واللي بيقول إنها عبارة عن زلة لسان. والأب زكريا بطرس يشرح بجميع الكتب ما هي زلة اللسان. وبعد الانتقادات التي وجهت له مؤخرا عن إساءته للسيد المسيح في فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي قال فيه: بل السيد المسيح، بل السيد المريخ. هناك توافق في اللفظين، يعني أيضا هو أصلا مترصد لهذا الكلام وهذا المعنى، وهذا في اللغة العربية اللي بيقولوه يعني تناسق في الألفاظ. ونشر الدكتور مبروك عطية أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر بث مباشر عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك يرد فيه على من قالوا إنه سخر من السيد المسيح عليه السلام قائلا: معاذ الله أن أسخر من نبي. وقال عطية: إن الإسلام لا يفرق بين أحد من رسل الله، فمعاذ الله أن يسخر منه مثل نبي من الأنبياء وحسب تعبيره. فأي نبي ذكره الله أو قص الله علينا أو لم يقصصه أؤمن به، وآمن به الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنون، مؤكدا أنه لا يذكر أنه سخر من السيد المسيح. فمن يسخر من لفظ السيد يسخر من أي كلهم سادة، قائلا: إلى متى سنظل نعاني من مسألة التصيد والتوقف عند كلمة والله لا أذكر إني قلتها ولو جاءت عفوا لا تحمل على السخورية، وإلا كان السخورية من خاتمهم وهو رسول الإسلام. متسائلا عن هدف مثل هذا التصيد للفظه إن كانت قد قيلت على الوزن والقافية، وما اسمه ابن كثير الاتباع قائلا: إن ما قالوا مثل حاجات ومحتاجات، فهي كلمة على نفس الوزن في اللغة العربية، قائلا: الحمد لله إنها جات في المريخ، والمريخ عالي مش واطي. اللي عمل الفيديو ربطه بين قتل فتاة المنصورة وعدم حجابها قائلا: إنه لم يفعل ذلك فحملت نصيحة على فكر منحرف، مؤكدا أنه من المستحيل أن الباء في الدين لن يخطئ فيه أستاذ مستعيدا من الفتن وعن خلق الناس فيها. وماذا تقصد بالمريخ أيها الرجل الشيخ العظيم؟ وقد انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا فيديو للدكتور مبروك عطية أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر تحدث فيه عن موعظة الجبل، وتم تداوله بوصف أن مبروك عطية يسخر من المسيح عليه السلام. وكان رد القس زكريا بطرس قال: أنت وصفت أن هذه العظة موجودة في القرآن، وطلبه بأن يجد هذه العظة في القرآن. وقال عطية في الفيديو معلقا على تصريحات للإعلام إبراهيم عيسى أنه يتحداه أن ما يقول أن يقول ربع ما قاله في القرآن الكريم وكل كلمة في موعظة الجبل لسيدنا عيسى، بل السيد المسيح، بل السيد المريخ، كلهم سادة. والفيديو المتداول لا يتجاوز 27 ثانية وهو مختصر.
من فيديو قديم لعطية نشر في أول مايو الماضي، كان يرد فيه على تصريحات رئيسة كان قد نشره على قناته الرسمية على اليوتيوب. وكان رد زكريا بطرس طلبه بأن يقول ما شاهده من عظة الجبل، موعظة السيد المسيح على الجبل، كانت كلها يعني آيات جميلة وآيات واضحة. ومن ضمن هذه الآيات: ولما رأى الجموع صعد إلى الجبل، فلما جلس تقدم إليه تلاميذه ففتح فاه وعلمهم قائلا: طوبى للمساكين بالروح لأن لهم ملكوت السماوات، طوبى للحزانة لأنهم يتعزون، طوبى للودعاء لأنهم يرثون الأرض، طوبى للجياع والعطاش إلى البر لأنهم يشبعون، طوبى للرحماء لأنهم يرحمون، طوبى لأنقياء القلب لأنهم يعانون الله، طوبى لصنيع السلام لأنهم أبناء الله يدعون، طوبى للمطرودين من أجل البر لأن لهم ملكوت السماوات، طوبى لكم إذا طردوكم وعيروكم وقالوا عليكم كل كلمة شريرة من أجل كاذبين، افرحوا وتهللوا لأن أجركم عظيم في السماوات، فإنهم هكذا طردوا الأنبياء الذين قبلكم. وكان رد الأب زكريا بطرس: الذي أكون معه في بعض الأحيان ولا أكون معه في بعض الأحيان. السيد المسيح قام بالعظة بدون أن يهين اليهود، بدون تجريح اليهود، قال: قد جئت لأكمل لا أنقض. نحن إخوة مع إخوتنا المسلمين وأحبة وعشنا مع بعض أكثر من آلاف السنين، إن أردت أن تبشر بشر بكتابك المقدس، لا تبشر بكتب الآخرين، بشر بعظة السيد المسيح، علم الناس المحبة، علمهم عظة السيد المسيح الجبل، علمهم كيف يكونوا مساكين بالروح من أجل أن يرثوا ملكوت السماوات، كيف يتعزون، كيف يكونوا ودعاء، كيف يذهبون إلى البر، كيف يكونوا رحماء، كيف يكونوا أنقياء القلب من أجل أن يعانون الله، كيف يعيشوا السلام وينشروا السلام بين إخوتهم، كيف أن يتحملوا إذا طردوا، كيف أن يسيروا إلى البر من أجل أنهم يرثوا ملكوت السماوات، كيف إذا عايرونا وطردونا وقالوا علينا كل كلمة شريرة نكون فرحين ومتهللين لأن أجرنا في السماء أكبر من كثير لأنهم طردوا الأنبياء الذين قبلنا. هذا هو عظة السيد المسيح، لا من أجل أن نسيء إلى دين آخر، لا مهما كانت الكتب الأخرى، مهما كان أي شيء، لا نمسك على بعضنا الخطأ، بل ننظر إلى إلهنا الإله الواحد، الإله المتجسد، ربنا الذي خلقنا. بالحقيقة نؤمن بإله واحد، الله الآب، ضابط الكل، خالق السماء والأرض، ما يرى وما لا يرى. نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور، نور من نور، إله حق من إله حق، أنا مسيحي. شكرا لكم أحبائي وأعزائي، ولكم مني كل الحب والتقدير. أشكرك الأب زكريا بطرس على مقالاتك وكتاباتك، ولكن أرجوك ألا تسيء إلى أي أديان أخرى، لأننا نعيش إخوة في محبة وفي سلام. شكرا لكم أحبائي وأعزائي، ولكم كل الشكر والتقدير مع قناتكم، قناة الملكة والأمير. إن ما كنت لسه ما اشتركتش اشترك، ولو عجبك الفيديو علق بيه تعليقك الجميل.